السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أشطاري مع العطاري. كنا مغاربة وكنا كنفتخروا حتى مغربي ديالنا، ولكن إلا تعطاتك فرصة أنها تكون عندك جنسية ثانية، شنو تختار وعلاش؟ الجنسية اللي بغيت ألمانية. علاش ألمانية؟ حيت عندهم حقوق بزاف، يدخلوا أكثر من الدول الأخرين. اللي عندي دابا أنا الدولة الأخرى اللي غتوسع ما عرفت تكون اختي دابا عندي الجنسيه في المغرب، خص تكون عندي جنسيه اخرى. نقدر نختار الانجليز، بريطانيا. ما كاش فرنسا. فرنسا؟ علاش؟ حيت فيها خالي وبنات خالي. رجاء هي جايه، قالت لك هي جايه. لا واش بعيده رجاء؟ فينك سولها فين؟ وحنا كنتسناوك، بغينا نسولوك. هو كيتسناك، بغى يسولك. ما تعطليش رجاء. يلا دابا سينيغاليز. سي ماروكان وي باسكو سا ما توبلي اي بي سي بون سي ان بون بيي اي بي سي ان بيي كون ا شوازي بور نو اون ايم لي ماروكان دونك او سي دو نو ايمي كوم اي اختار انني مغربيه ونبقى مغربيه. نقدر نقول فنلندا. علاش فنلندا؟ كاينين دي مومبغ ديال لا فامي تما، دونك الا مشيت غادي تفاسيليت عليا شويه ليميغراسيون. مبروك عليك الجنسيه الثانيه. مبروك عليك الجنسيه. لا الله يفلندك. الله يفلندنا كاملين. اختي مشي شوف شي بلاصه، اختي مشي شوف شي مصر. تكون عندك جنسيه مصريه. تكون مصريه حقايق، تكون عندك مصريه واقيلا. لا علاش؟ علاش علاش مهم؟ قلت لي خصك تكون عندك جوج، صافي. تاعهم فرنسا. علاش فرنسا؟ اوكي نقدر نختار كوريا كتعجبني، فيها شحال من حاجه زوينه. الكولتور ديال كوريا زوينه. لا صافي هذا هو اخر كلام. اخر فرصه. لا اخر كلام، مغربيه وكنموت على المغرب وان شاء الله نبقى ديما مغربيه ومفتخره بالجنسيه ديالي وبلادي. صافي غنجي اخويا، الخضوره عندهم والطبيعه والنظام والنقاء وداكشي بزاف طوب. المغرب، الدم ديال المغرب. يا راه حنا كاع عندنا الدم ديال المغرب. باش ندير شي جنسيه اخرى ما غير المغرب. وهادشي غيخرج دابا حتى الغدا. وقول لي واش الجنسيه غتكون عندك ديما ولا مره في العام؟ الجنسيه تكون عندك مره في العام. مرة في العام. ايوا صافي تاني تسجل. الله يعاون. الله تبارك الله عليك.